في وجود محمد شريف وعودة زي ما احنا سمعنا احمد ياسر ريان مع وجود صلاح محسن وربما ولتر بواليا، شايف ان مروان محسن يكمل ولا الافضل ينتقل؟ والله بص، هو هيبقى الامور صعبه بالنسبه له، لكن برضه هو القرار في الاول والاخر للمدير الفني للنادي الاهلي. لا بسال حضرتك ليه انا؟ لا طبعا انا شايف ان وجوده هيبقى صعب في الفتره دي. صعب. ولتر بواليا يكمل ولا يا؟ هو كابتن مدحت اسمح لي ثواني. انا ليا ملاحظه على اللعيبه الاجانب في مصر ان معظم الانديه عايزه تمشي اللعيبه الاجانب في الفتره دي. اذا لابد نحاسب المسؤول عن التعاقد مع اللعيبه اللي هي ما نجحتش في الدوري المصري. هيقول لك الكيمياء ما جاتش. ولتر بواليا دي جمله شهيره. هل النادي الاهلي كان محتاج ولتر بواليا بعد عدد قليل من الماتشات يمشي؟ يعني النادي الاهلي عايز يمشي ولتر بواليا، عايز يمشي اليو باجي اللي هو المعار ده مشي عايز يخلصه يعني، وعايز يمشي جونيور. طب واليو ديانج، هقول اليو ديانج اوريدي عرض كبير مثلا، والنادي الاهلي كتسويقيا هيبقى كويس. لكن انا ليا ملاحظه، ولتر بواليا واليو ديانج ليه احنا اليو باجي ليه النادي الاهلي ليه الاهلي تعاقد؟ بيراميدز عايز يمشي جون التوي، الزمالك حميد احداد وحمزه المسلوسي، هل فادوا الزمالك في حاجه؟ لا. الاثنين دول محمد اوناجم المعار للوداد البيضاوي، هل النادي الزمالك استفاد منه؟ ما استفادش منه. اذا ثلاث لعيبه كمان، الاتحاد السكندري عايز يمشي روماريو ويليامز، وعايز يمشي دايمون، وعايز يمشي امينو الاوكري، وعايز يمشي عمر الميداني السوري. كل دول حضرتك ما لعبش تقريبا السنه دي خالص. ما لعبش خالص. ومنهم اثنين يمكن فنيا كويسين، ولكن بيتاخروا دايما في الالتزام في العوده للاتحاد السكندري، فطبعا الاتحاد السكندري مش هيلتزم بلاعب واخد كل مستحقاته وفي نفس الوقت مش مستفيد فنيا. الاسماعيلي عنده لاعب جزائري اسمه رضوان الشريفي ما شفناهوش. انا اول مره اسمع الاسم. لا حضرتك، موجود رضوان جزائري موجود في الاسماعيلي. فلما براجع كده حضرتك، اذا كانت فعلا الاخبار الموجوده دي صادقه، واحنا كمان ما هي صادقه لان عدد كبير جدا منهم ما بنشوفهمش ولكن بيكلفوا مبالغ ماليه ضخمه جدا. صحيح. اذا من باب اولى ان قطاع الناشئين يصعد منه بعض اللعيبه لو لعبت نفس الوقت او كانت هي في قائمه الاحتياطي، هتبقى افضل ربما، هتبقى افضل بكثير جدا، وتوفر مبالغ ماليه على النادي لما يشتري صفقه. لا يشتري صفقه فعلا النادي يستفيد منها. لازم دي. جميل. طيب